الحمد لله. الآن صار عندنا مية. شكراً كثير على المية. أيها الأحباب الأندونيسيين، المياه هي الحياة، فأنتم لما بتجيبوا لنا من المياه بترجعوا لنا الحياة. يخلف عليك وقطر الله خير، وهي الجماعة هذول ما قصروش معانا وجابوا لنا المياه لعنا، وإحنا كان فيش عنا مية والحمد لله بفضل الله صار عنا مية نشرب والأطفال كلها تشرب، والوضع صار كويس والحمد لله رب العالمين، وشكراً لكم.